بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هندرس من شابتر 3 من كتاب اللايف ساينس. طبعا البيولوجي مادة كتير مهمة. هذا الشابتر عم يحكي عن الجينيتك فاريشن اند بوليمورفيزم. هلا بداية، أول شيء كانترودكشن، السكشوال ريبروديوسينج سبيشيز هن فيهم جينيتك دايفرسيتي كتير كبير، سمبلي لأنهم هن بيختلفوا ب كيف بيعملوا بايوتيك ديفيجنز عند الميل وعند الفيميل. يعني بوث سكسز، اذا كان الميل او الفيميل اللي بينتج سبيرم او اوفم، اكيد بيكونوا ديورينج ميوسز عملوا انترا وانتر كروموسومك ريكومبينيشن. هدول الريكومبينيشنز اللي ممكن يصيروا هيودوا لدايفرسيتي او هيودوا ل جينيتك ريكومبينيشن بالجينز بطرق كتير مختلفه عند الميل وعند الفيميل. طبعا الميل والفيميل اتنيناتهم بيكونوا جايبين الجينيتك ماتيريال مختلفة عن بعضهم، فطبعا حيطلع الاوتكم تاعتهم بعد الفيرتلايزيشن زايجوت، واللي حيطلع منه انديفيدوال جديد كتير في اختلاف بينه وبين افراد البوبوليشن كلياتها. فمشان هيك الهيومن بوبوليشن كتير بنلاقي فيهم اختلافات بينه وبين بعض. هيدا الشيء بيكون عادة بسبب الفاريشن بالجينيتك ماتيريال، لأنه الجينيتك ماتيريال عادة بتغير أشياء بالدي إن إيه، طبعا مثل ما درسنا بالجريد 11، بس هلا بنحكي عنهم يعني كمان بريفلي. ممكن تودي لأمراض، لأنه أمراض ممكن يهددوا الحياة، فبصير واحد عنده مشاكل مثل مرض التلاسيميا تنقول، اللي هو بسبب فاريشن بالهيموجلوبين موليكيول، واللي الاوريجن تاعته هي الدي ان اي. فلكن اول شغله بنتعرف عليها بهذا الدرس اللي بنحطها دائما ببالنا، انه كل الجينيتك ديزيز بيكون له كوز، اللي هي عاده بروتين معين يعني فيها ابنورماليتي، والاوريجن تاعتها هي الفاريشن بالدي ان اي، لانه في فرق بين كلمه كوز وكلمه اوريجن. اوكي، اول درس دوكيمنتس 1 عم يحكي عن الميوتيشنز اند انفايرمنت. هون طبعا بالانفايرمنت ممكن يكون ياثر على الجينيتك دايفرسيتي عند السبيشيز مع الميوتيشنز. بس مثلا هون طبعا اذا بتقروا هدول عاطين اكزامبل عن الانجليش بيبرد موث. هيدا الانجليش بيبرد موث الانفايرمنت والجينيتك دايفرسيتي اثروا على حياه السبيشيز كلها. فمثلا كان بيقول لك انه في نوعين من بيبرد موث، واحدة كانت لونهم فاتح وكانوا يتخبوا بلون الشجر من زمان، واللون الغامق بيجوا البريديترز اللي هن الطيور مثلا وبياكلوهم. فكان دايما عدد البراون بيبرد موث كتير غامق وبيبين، فهدول صار عددهم كتير قليل بالنسبة للسبيشيز تاعهم. بينما من بعد الثورة الصناعية هذا الفاريشن اللي سبب تغيير باللون طبعا هو الاساس، خلى الانجليش بيبرد موث اللي لونه غامق بيتخبى بلون الشجر لانه غمق لون الشجر، وساعتها لونه فاتح صار هنا ببينه. ف طبعا هذه بتقول لك انه عاده كل شيء كيف بده ينتقل الامراض او تظهر الكاركترستكس، مين بتبين ومين بتختفي، كلها بتأثر بـ environmental factors و بـ genetic factors. genetic factors هن الجينات اللي حددت ألوانهم للفراشيات، والـ environmental factors هو شو كان عم يتغير الـ environment، فكانوا عم يبينوا الـ individuals أو ما يبينوا. هلأ طبعا بعد شوي بصير يبينوا بغير طريقة كمان هدول الأفكار. هلأ كيف transmission of mutations بتكون؟ mutations عادة بتنتقل من جيل لجيل، بس اذا كانت بتاثر على الجيرم لاين سيلز اللي هن اللي حيعطونا سكس سيلز السبرما والاوفم. فالجيرمينال سيلز هذول اللي حيعملوا سكند جينيريشن، اذا هن صار فيهم اني فاريشن حيوصل للاوف سبرينجز. اوف سبرينجز طبعا يعني اولادهم. بينما النوع الثاني اللي باني ميوتيشن او فاريشن بالجينيتك ماتيريال اللي بتصيب السوماتيك سيلز ما حتنتقل للأورجانيزمز تانيين. يعني اكزامبل اذا كان الواحد عنده اني ميوتيشن صارت بالسوماتيك سيلز بجسمه، مثل السكن سيلز، نيورونز، ليفر، شو بعرفني،
هول كلياتهم اذا صار فيهم ميوتيشن اكيد ما حينتقلوا للسكند جنريشن، لاولادهم ما حينتقل شيء، بينما اذا كانوا بالسيلز اللي عم يعملوا الميوسيس كرمال ينتج لنا سبيرم او اوفم اكيد حيوصل للاولاد. هلا في شيء اسمه ميوتيشنز، يعني اني ديفيشن او ايرور ان ذا جينيتك ماتيريال. هو طبعا مش ايرور، يعني ممكن يكون طبعا الدي ان اي اللي هي بتحدد جينيتك ماتيريال during replication عادة في environmental factors بيأثروا عليها وبيكونوا هن mutagenic agents، يعني هن عوامل بسبب mutations مثل polycyclic hydrocarbons such as molecules that are found in smokes and cigarettes pipes أرجيلية مثلا أرجيلية or in higher polluted environments. فعادة هدول ميوتوجينيك ايجنتس بسببوا تغيير، بسببوا ميوتيشنز بالدي ان اي. طبعا ميوتيشنز بانواعها هلا بنشوفها بعد شوي. في كمان فاكتورز تانيين ممكن ياثروا يعملوا ميوتيشن بالدي ان اي، هن مثل الاكسبوجر تو الترا فايولت بي ريز، هدول مثلا بيعملوا تايمين دايمرز بيخربوا الدي ان اي. وفي كتير كمان غير شغلات مثل التعرض للاكس راي او هيك، كل هدول الشغلات ممكن يوصلوا ل variations بالجينيتك ماتيريال تاعو كل شخص منا. هلا هذا الدوكيمنت بي مهم كتير، عم يحكي عن كيف النورمال سكن سيلز معقولة يوصلوا للتيومر. فالنورمال سكن سيلز مثل حيالة سيلز لما بيوصل عليهم الترا فايولت بي ريز بيسبب له دامج بالدي ان اي. بالنورمال كيس الاوردينري دي ان اي ريبير بروتينز كوريكت ذا دامج، يعني في سيلز في ريبيرينج بروتينز بقلب النيوكليوس تاعت كل سيل بيصلح النيوكليوس تاعتها، فكل الدامج بارتي اللي صار بقلب الدي ان اي بيرجع طبيعي وبترجع نورمال جينز وبيطلع له نورمال سكن سيلز. بس بينما with over exposure to ultraviolet B rays proteins cannot repair all the damage ف one or more mutant genes will be the result then mutations in genes that repair DNA or control tumor growth will cause the existence of cancer cells فهيك cancer cells will grow to form a tumor. وهيك كيف ممكن يطلع معنا التيومر او فورميشن اوف تيومر بسبب شيء ميوتوجينيك ايجنت مثل الالترا فايولت بي ريز. فهيك از ا كونكلوجن بيقول لنا هون الدوكيمنت بي ببيج 59 من الكتاب، هو انه if an environmental factor causes a damage in the DNA and the mutant the enzymes which repair the mutation are not existing this can lead to a genetic variation and will cause a cancer in some cases. فهيك بيكون environmental factor عم يوصلونا لكانسر مثلا، ومش بكل الحالات بس اذا كان في عنا damage بال repair system genes مثلا اللي بيطلعوا لنا هدول البروتينز اللي بيصلحوا الدي ان اي وانا abnormality فيها. هلا الدرس الثاني هو طبعا البريكوزيت له ان الشابتر 3 من كتاب الجريد 11. فهو ده عم يحكي عن الميوتيشنز اند مالتيبل اليلز. هلا طبعا بالشابتر 3 قبل اي شيء بتعرف انه عادة الجينيتك ماتيريال بتكون اساسها هي بيكون موجوده كلياتها بقلب النيوكليوس تحت كل سيل. وطبعا اذا احنا بدنا نشيل ثريد من الكروموسومز تاعولها حاولنا نعملها ان باكجينج بتطلع معنا مثل هذا الستراكشر كلياته يلي هو معمول من دي ان اي مولكيولز رابت اون نيوكليوسومز اون هيستونز تو فورم نيوكليوسومز. وهيك هذا الدي ان اي بيكون طبعا دبل هيليكس دي ان اي وهو اللي بيحمل الجينيتك ماتيريال تاعتنا. بس كيف بيكون اكسبرست ليعطينا الاكسبريشن يعني او الكاركترستيك ستيت سيل؟ هلا بصير نشوف. هلا طبعا هون ريكولينج الاشياء اللي اخذينا قبل من جريد 11
إذا إحنا حطينا two stains مادة اسمها ميثيل جرين اللي هي dye that colors DNA and pyrrolidine اللي هي كمان another dye that colors RNA. الميثيل جرين بيلونها لل DNA green وال RNA بيلونها pink، فبيطلع عنا هذا ال outcome. مثلا بيقول لنا بسؤال analyze and conclude the given results. ال given results هاي هدول صور، هدول schematic diagram اللي بيمثلوا لنا نحن شو حنشوف بالمايكروسكوب بعد ما نحن نحط هدول التو سبستنسز عليهم لهدول السيلز. مثلا شو بنقول بالاناليسيس بارت، green color appeared in the nucleus of the labeled cells while pink color appeared in the nucleus in both the nucleus and the cytoplasm following the addition of methylene green and pyrrolidine to the cell sample. Then as a conclusion, يعني therefore, DNA is restricted to the nucleus of cells, while RNA exists in both nucleus and the cytoplasm. وهيك بيكون مثلا قدرنا نعمل analysis و conclusion من هيك document. هلا RNA و DNA هن two different molecules. طبعا DNA هو بيكون double stranded، بيكون more stable، هو مؤلف اكيد بس من النيوكليوتيدز اللي يا اما بيكونوا ادينين نيوكليوتيدز، جوانين نيوكليوتيدز، تايمين نيوكليوتيدز، وسيتوسين نيوكليوتيدز. فالدي ان اي هو بيمثل جينز، والسيكونس تاعول هدول النيوكليوتيدز والنمبر اوف ذيس نيوكليوتيدز كمان هو بيحدد هذا الدي ان اي شو هويته او اي جين هو. هلا ان بارلل الكوبي منه لهذا الـ DNA هي بتكون messenger RNA، طبعا حتكون يعني less stable، حتكون single stranded molecule، وبس الاختلاف بيناتهم هو الـ U uracil بدل الـ T اللي هي thymine هونيك، لأنه الـ A طبعا هي adenine، T thymine، G guanine، C cytosine، والـ U هون هي uracil. أوكي هلا هو الـ DNA والـ RNA موجودين كـ molecules بيحملوا الجينيتك ماتيريال بفترات معينه بكل سيل، واكيد الدي ان اي عاده بيكون دبل هيليكس مولكيول. هلا في تيبل اوف كوم بقولنا هلا عن الكومباريزون بتوين ذم. هلا طيب كل الدي ان اي هن عاده بيكونوا فيهم جينيتك ماتيريال؟ لا مش ضروري. في دي ان اي هن بيحملوا الجينيتك ماتيريال نفسه اللي هن بيكونوا جينز، وفي منهم بيكونوا انكودينج بارتس. ففي انواع من الدي ان اي، لكن لانه الدي ان اي از ميد اوف لونج سيكونس اوف سمولر يونتس ستراك توجذر، ذير ار فور بيسك تايبس اوف يونتس اي تي جي اند سي، ذا ليترز ريبريزنتس ذا تايب اوف بيس ايتش يونت كاريز، ادينين تايمين جوانين اند سيتوزين. هلا ذيس سيكونس اوف ذيس بيسز The sequence of these bases encodes instructions. Some parts of DNA are control centers. هاي أول نوع من DNA. For turning genes on or off. Some parts have no function. النوع الثاني. And some parts have a function that we don't know how we don't understand yet. Other parts of DNA are genes that carry the instructions for making proteins. which are long chains of amino acids. يعني مش كلياتهم نحن نعرف شو هن انواعهم للدي ان اي، لانه شوف كيف قالين انه في دي ان اي هن كنترولينج سنتر، هي اول واحد. ثاني واحد هن نون فانكشنال بقى لهم شغل، في نوع ثالث ما بنعرف بعد شغلهم، وفي نوع رابع اللي هن الجينز اللي بيعملوا اللي بشكله الجينيتك ماتيريال. هلا هون بهذا البارت محطوط انه كيف انه النيوكليوتايد هو مؤلف من نيتروجين سبيس اي تي او جي او سي، وممكن يكون وبيكون موصول عليها كمان دي اوكسي ريبوز شوجر مع فوسفيت جروب، ودايما بيكون المولكيول تاع الدي ان اي انتي بارلل مولكيول، فبيكون 3 برايم 5 برايم، ميل الثاني بيكون 5 برايم 3 برايم. عاده ال 5 برايم 3 برايم نكتبها من فوق لتحت او من شمال لليمين بتمثل نون ترانسكرايبد ستراند، والثانيه بيكون ذا ترانسكرايبد ستراند. هيك بنقول لهم اسمائهم يعني. هلا بالنسبة للدي ان اي كيف هو بيكتر حاله،
دايما الدي ان اي اذا يعني اذا بيعمل دي ان اي ريبليكيشن كرمال نعمل ايدنتيكال ريبليكا للدي ان اي، احسن طريقه كانت انه تصير بطريقه سيمي كونزرفاتيف مانر. يعني مثلا بيكون دايما في عنا 10 انزيمز هيك فور سمبليسيتي، طبعا بيكون هيك بيكون كل دي ان اي موجود بقلب الكروموزوم فيه معه هيليكيز انزيم اللي بتفك الدي ان اي دبل ستراندز عن بعضهم، وانزيم تاني بتلحقها هي دي ان اي بوليميريز. هول الانزيمز طبعا بيستعملوا النيوكليوتايدز كرمال يعمروا الدي ان اي الجديد. فلكن تولز اوف ريبليكيشن هن هيليكيز انزيم، دي هذا الدي ان اي بوليميريز انزيم، ودي اوكسي ريبو نيوكليوتايدز اللي هنا اي تي جي سي. فمثلا اذا مشينا هيك فيهم هذا هيليكيز بيكون عم يفتح، ليك كيف عم يفتح، بصير في عنا اي اوف ريبليكيشن، وبهالوقت بيكون من بعدها بستيب بيكون الدي ان اي بوليميريز عم ينسخ البارت اللي فتح هيك على الميلتين مثل الزيبر كانهم هن السحاب، وبصير بيتعمر الستراندز تبع الدي ان اي هدول الحمر الجداد حسب القدماء. وطبعا كل بوج كل اي في تي وبوج جي في سي، فبتضل هيك ماشي لحد ما يطلع عنا هذا الستب. هيك بيكون كان في عنا كروموزوم اوف وان كروماتيد فيها وحده دي ان اي، صارت اخر شيء كروموزوم اوف تو كروماتيدز وفي اثنين دي ان اي، واكيد بيناتهم بيكون في سنترومير مثلا كرمال يكون دوبليكيتد كروموزوم، وهذا بيكون سمبل كروموزوم لانه اوكي. وهيك از ريزلت بيكون تشكل عنا بقلب النيوكليوس مثلا بالريبليكيشن بارت اللي هي بنكون من الاس فيز بالسيل سايكل، صار في عنا كروموزومز اوف تو كروماتيدز. اوكي هلا شو علاقة الجينات بصناعة البروتينز؟ في بروسيس اسمها بروتين سينثيسيس، هي بتتحكم بكل شيء بحياتنا. في شيء اسمه ذا سنترال دوغما يلي هي بتعبر انه كل شيء بروتينز هن اساسهم او الاورجن تاعتهم هي دي ان اي، والبروتينز هن في لهم كثير فانكشنز بجسمنا. في بروتينز ممكن يكونوا هرمونز، ممكن يكونوا انزيمز، ممكن يكونوا مثلا هير شعر او نايلز، كثير شغلات ممكن نشوفها هي بروتينز. بيجمنتس اللي بيلونوا الجلد مثلا، الهيموجلوبين اللي بينقل الاكسجين والكربون دايكسيد بالريد بلاد سيلز، والانتي بوديز مثلا، كل هدول هن بروتينز وبينصنعوا بنفس الطريقه. مثلا هنا طبعا الستبس اوف بروتينز مقسومه لتو ستبس، يعني البروسيس اوف بروتين سينثيسيس عندنا اول واحده منهم هي ترانسكريبشن يعني نسخ، كوبينج للجينيتك ماتيريال من دي ان اي لار ان اي. وطبعا الدي ان اي بضله محفوظ، بضله بقلب النيوكليوس، بينما الستيب اللي من بعدها بتكون هي ترانسليشن، هي الترجمه بس. لنشوف كيف هن. اذا اخذنا اكزامبل لوحده من النيوكليوتايدز، ما قلنا انه الدي ان اي يا اما بيكون ترانسكرايب والبوجو بيكون نون ترانسكرايب. دي ان اي ستراندز يعني هاي اذا هي نون ترانسكرايب هلا، فبتكون نحن فور سمبليسيتي كمان بس بنكتب النيوكليوتايدز تاعولن. فمثلا هون مؤلفة من اي تي جي سي سي اي تي سي جي تي اي سي، هول نيوكليوتايدز اللي مؤلفين النون ترانسكرايب ستراند تاعت الدي ان اي لجين معين مثلا. ف بدنا نشوف مثلا كيف ممكن تصير هيدا الدي ان اي موليكيول، لكن بفتح ببارت معين اللي هو بقلبه الجين اللي to be expressed بالترانسكريبشن او الترانسليشن. ده شو اللي بصير، هيدا ستراند 1 ستراند 2. طبعا هاي في بقلبها اي تي جي، وعادة اللي بيكون في بقلبها اي تي جي مبلشة وبتكون بيقولوا لك انه هيدا البارت هي جين، الاي تي جي هي بتكون ستارت كودون، يعني معناتها هيدي ذا نون ترانسكرايبد ستراند اوف دي ان اي، وعند الاي بتكون هي ال 5 برايم وعند اخرها بيكون هي 3 برايم. اوكي طبعا اذا هي كانت 5 برايم ميل الثاني هي 3 برايم لا ال 5 برايم. هلا نحن عم نحكي هيك بالطريقة لأنه حتى بالدورات مثلا بدورة 2012 بيحكوا عن كيف ال 5 برايم 3 برايم اندز بيكونوا تعول ال دي ان اي، فنحن مضطرين يعني نحكي عنهم اذا كانت هي نون ترانسكرايب او 5 برايم 3 برايم اند. اوكي او دي ان اي ستراند. ستيب من بعد دغري تفتح الدي ان اي عند بس هيدا الجين، والستيب الثالثة بتبلش الترانسكريبشن. طبعا الار ان اي بوليمريز هو انزيم بيعمل
بوليمرايزيشن للـ RNA، فبصير بيعمل RNA اللي هي كوبي لهيدا الجين. إذا بتلاحظوا ليكوا كيف هاي الـ RNA مولكيول أو اسمها مسنجر RNA، لأنه it will carry the message of the gene. ببلش بـ AUG CCA، لكيف ATG بالـ DNA CCA، يعني 5 برايم 3 برايم مثل مسنجر RNA من أوله لآخره 5 برايم 3 برايم، بس بنبدل U بالـ T. أوكي؟ هيك از ريزلت. وكل هذا الشيء طبعا عم يصير بس بقلب النيوكليوس، ولانه من بعدها بدها تظهر لتروح عند السيتوبلازم هيدي الدي ان اي اللي بس جرى اي سوري. هون مثلا اذا نحن عم بيعطينا هيك بريفلي انه المسنجر ار ان اي ممكن يكون فيها نون كودينج بارت اسمه انترونز. هول الانترونز عاده قبل ما تصير الترانسفير اوف مسنجر ار ان اي فروم ذا نيوكليوس تو ذا سيتوبلازم، تنشال الانترونز بشيلون بعملية اسمها splicing، وبضل في بس الاكسونز اللي هن الكودينج بارتس اوف ذا مسنجر ار ان اي، بس عادة ما بياخدوها هيك بالتفاصيل لانه بصير ضياع التلميذ. بس هذه يعني كرمال النولج. لما راحت المسنجر ار ان اي على السيتوبلازم صارت الريبوزومز بيمسكوا المسنجر ار ان اي من اولها طبعا، يعني من عند 5 برايم 3 برايم 5 برايم اكستريميتي عند الـ AUG. ببلش ساعة الريبوزوم على أساس المسنجر RNA بيجمع ترانسفر RNAs حواليه وبياخد منهم الأمينو أسيدز كمان يركبهم بنفس الترتيب اللي مركبة فيه الكودونز تبع المسنجر RNA. والكودونز هنا تريبلتس من المسنجر RNA، يعني مثلا هاي ترانسفر RNA جاي لأنه هيدا CAU كومبليمنتري مع هيدا GUA، فحتسلم الامينو اسيد تاعتها. هلا هو بصراحه هيدا هو ميثيونين، وهيدا ترانسفير ار ان اي ذات كارز ذا امينو اسيد ويتش از كولد ميثيونين. ليه؟ لانه هيدي كومبلمنتري مع الكود كودون هيدا اللي اسمه اي او جي، يعني ستارتنج كودون. طبعا هيدا اللي عم ينحكى حسب هدول، يعني مثلا لما بنشوف نحن بالجينيتك كود اللي هو كمان موجود بكتاب جريد 11 بيج 68، هون بكتاب الجريد 12 لايف ساينس ببيج 60. هون مثلا ما قلنا نحن اي يو جي، وهون كانت 5 برايم اكستريميتي، مشان هيك بنبلش من عند ال 5، فبصير نقرا اي يو جي. هيدي الاي يو جي هي بتمثل الامينو اسيدز ميثيونين. طبعا هيدا دائما التيبل بيجي جيفن بالامتحانات الرسميه، ما بده الواحد يكون دارسهم او حافظهم. وهيك بصيروا نعرف الترتيب تاعيتهم حسب الـ sequence of codons. وهيك as a result بيقدر الواحد step by step بتصير القصة لحد ما يكون الريبوزوم جمع الاسامبلي تاعت الامينو اسيدز بالترتيب او بالـ sequence نفسها حسب الكودونز مجمعين بقلبه للمسنجر RNA، وبيطلع عنا بروتين كامل اللي ممكن يكون functional او مش functional حسب كيف بينعمل له بروسيسنج بقلب الرف اندوبلازم كريتيكولوم. بعدين جولجي ابارتوس بياخذهم على المطرح المناسب بالفاسيكلز تاعوله. وهيك مثلا اذا نحن بدنا ناخذ اكزامبل كيف ممكن تصير هذا البروسيس، اذا نحن بدنا نشوف كيف الترانسكريبشن ممكن تصير او كيف نعمل ابلكيشن خاصه بهذا الموضوع. ناخد اكزامبل هذا، والله لا دفتر مثلا هناخد نحن اكزامبل، هنحط انه في عنا جين معين بتيك سيرتن جين يلي هو اصلا مؤلف من دي ان اي، وححط ال 5 برايم اكستريميتي، حط اي تي جي سي سي اي جي اي سي، هذا حيلا اكزامبل بس كمان شو كيف بتصير القصه. و تي اي اي هاي 3 برايم اكستريميتي، على بالي الثاني بيكون طبعا 3 برايم اند
هون بتكون، فبيكون تي اي سي جي جي تي سي تي جي اي تي تي، وهي 5 برايم اكستريميتي. يعني هاي النون ترانسكرايبد ستراند وهذه الترانسكرايبد ستراند. فشو اللي بيصير during replication، مش replication، during transcription اللي قلنا بتعملها ال RNA polymerase، بيطلع لنا messenger RNA اللي هو كمان مثل 5 prime extremity مثل non transcribed strand A U G C C A G A C U A A. هذا الاكزامبل. طبعا اذا احنا كيف بدنا نشوفهم بالباي ترانسليشن، كيف ترجمهم الريبوزوم، هيكونوا هيدا زي هذا ستوب كودون، بيكون في عنا chain of 3 amino acids، هاي واحدة amino acid تاني والتالتة. هيدا طبعا example كتير صغير، بس ما في ولا بروتين هالقد بيكون قصيرة من 3 amino acids. هيدا بس احنا for simplicity عم ناخدها كرمال نشوف كيف ممكن تتطبق. مثلا هيدا الجينيتك كود نستعمله هون، في جينيتك كود هون مثلا A U G A U G، فبيكون مت مت يونين، يعني في بس الأمينو أسيد مت، فهاي بتوصل هاي. طيب C C A C C A هي بتعمل لنا الأمينو أسيد برولين، برو يعني بنكتبه عادة بالابريفيشن تاعته أول ثلاث أحرف. والتالت هو G A C G A C A S B، بحط A S B. وبدنا نفتش مثلا نشوف يو اي اي يو اي اي يو اي اي ستوب كودون، فينا نكتب هون ستوب اذا بدنا، بس هي منا امينو اسيد. وهيك بيكون هذا البروتين تجمع ب تشين اوف امينو اسيدز اسامبلد حسب شو؟ حسب الكودونز اللي هن للمسنجر ار ان اي. وهول الكودونز كل واحدة لانه اسمها هيدي كودون، هول الكودونز ان مرتبين حسب السيكونس اوف نيوكليوتايدز بقلب الدي ان اي، لكن معناتها الترانسكريبشن هي نسخ للبارت اللي نحن بنعوزه من الدي ان اي، والترانسليشن هي رايبوزوم بيترجم لغه الكودونز لامينو اسيدز، لانه الامينو اسيدز بس يصيروا هيك اسامبلد مع بعضهم ممكن يعملوا فانكشن معينه او ستراكشر معينه بتخدم الجسم. يمكن هيدا حيصير فور اكزامبل، هذا يصير مثلا بروتين يكون نيل مثلا جزء من الضفر او جزء من شعره، او يكون انزيم او يكون مثلا هرمون او انتي بودي اتسترا. هلا مثلا لحتى يصير انتي بودي يكون فانكشنال انتي بودي، هيدا بيكون بس بارت صغير. بتعرفوا ان هدول الانتي بوديز مثلا الفين من 4 تشينز اوف امينو اسيدز، يعني بده يطلع اربع مختلفين من هدول مع بعضهم بصيروا اسامبل بشيء اسمه اندوبلازم كريتيكولوم بقلب السيتوبلازم، بعدين بصير واي شيء انتي بودي اللي بيروح بيشتغل بالمناعه مثلا وهيك. هلا لكن حيالله تغيير بهدول ممكن يودي لتغيير بالمسنجر ار ان اي، واز ان اوت كوم ممكن كمان يوصل لتغيير بالامينو اسيد تشين، يلي لانه كل واحد من الامينو اسيدز فيه له وظيفه معينه وله ستراكشر معينه، فممكن الفانكشن تاعته للبروتين الجديد او الستراكشر تاعته تختلف كتير. فممكن مثلا اذا هذا كان بيعطينا هيموجلوبين طبيعي، هذا بس لما حيالله تغيير بتغير مثلا وحده من الامينو اسيدز بصير في عندنا ابنورمال هيموجلوبين. فاذا الاوت كوم بيكون واحد عنده نورمال كيس بالدم تاعه بصير عنده سيكل سيل انيميا اللي هو فقر دم او كتير، او تلاسيميا مثلا بتغيير تاني غيره مثلا. ممكن يكون اذا هيدا بده يكون مالتيز انزيم بقلب سمول انتستن، اي تغيير ممكن يصير بالتشين اوف امينو اسيدز بصير في عندنا نون فانكشنال انزيم بقلب سمول انتستن اللي بيكسر المالتوز، فبصير ناس عندهم مرض اسمه
مالتوز انتوليرنس، سوري لاكتوز انتوليرنس، بيكون هذا مثلا الانزيم تبع اللاكتوز. فكثير مشاكل ممكن تصير بسبب تغييرات بقلب الدي ان اي. التغييرات بالدي ان اي لكم بتصير بسبب ميوتيشنز، فلكن حيالله تغيير بالدي ان اي، يعني اني ميوتيشن كان ليد تو جينيتك فاريشن او دايفرسيتي بالبرودكت هذول. ممكن يكون حتى مثلا هيدا اذا كان بده يعطينا لون لعيون، فاذا هيدا تغير حيعطينا لون تاني مثلا للعيون وهيك. هيدا البارت اللي بيتعلق بالبروتين سينثيسيس.